في ضربة سياسية موجعة للولايات المتحدة الأمريكية، تلغي النيجر بمفعول فوري اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن الذي يعود إلى عام 2012، معللة قرارها بأن مصالح الشعب وطموحاته فوق أي اعتبار، وأن الاتفاق كان مجحفاً وفرضته الولايات المتحدة بشكل أحادي بموجب مذكرة شفوية. فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين، لا سيما التعاون العسكري ومكافحة الإرهابيين، فإن الوجود الأمريكي على أراضي جمهورية النيجر غير قانوني وينتهك جميع القواعد الدستورية والديمقراطية التي تتطلب سيادة الشعب. خطوة حكومة النيجر جاءت بعد أن أجرى مسؤولون أمريكيون مباحثات في النيجر لمدة 3 أيام بشأن التحول الديمقراطي والشراكة الأمنية، لكنها لم تسفر عن شيء بعدما فشل الوفد الأمريكي في لقاء قائد المجلس العسكري عبد الرحمن تياني بسبب عدم احترام الوفد الأعراف الدبلوماسية، إذ أبلغ نيامي من جانب واحد بموعد وصوله، وهذا ما أزعج سلطات النيجر. وبطبيعة الحال سيؤثر هذا القرار على مصير أكثر من 1000 جندي أمريكي يتمركزون في قاعدة شمال البلاد ويشاركون في القتال ضد المتطرفين. ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم منذ عدة أشهر، كان موقف واشنطن أقل حدة خلافا لدول الإكواس التي كانت تؤيد التدخل العسكري في النيجر بإعاز من فرنسا التي تعرضت مصالحها للخطر، حيث فضلت واشنطن وقتها الحل الدبلوماسي بعيداً عن الحرب ووضع مسار لمرحلة انتقالية كشرط للتعاون، وهذا ما ترجمته فرنسا وقتها على أنه موقف مخيب للآمال وأنها تسعى لتحقيق مصالحها فقط. وإجمالاً فإن نيامي تريد إرسال رسالة بأنها تغيرت وباتت ترفض الإملاءات الخارجية.